وأخرجها بالمكتبة الوطنية مشكورا للأستاذ عبد اللطيف الحافظ. إذا أولا قبل أن نشرع في بداية هذه الجلسة أود أن أشكر المنظمين هذه الحفلة جمعية أصدقاء عبد الصمد التنفاوي، جمعية أصدقاء المكتبة الوثائقية عبد الصمد التنفاوي بتنسيق مع جمعية الأمل للمتقاعدين والمسلمين بكعرفش. كذلك أود أن أشكر جماعة كعرفش على دعمها لهذا النشاط وعلى سامي الحتيز مؤخرا لدعم جميع الأنشطة الثقافية المحلية. كذلك أحب أن أشكر السادة المشاركين في هذا النشاط الذين أتشرفوا بتحصل المنصة معهم، السادة الأساتذة فضيلة الأستاذ المحتفى به محمد أشرفي سيدي والأستاذ عبد اللطيف العربي صاحب الكتاب والأستاذ عثمان التبلاوي الذي سيمثلنا بقراءة في مضامين هذا الكتاب. كذلك أود أن أشكر جميع الحضور الكريم السيدات والسادة الحضور الكريم الذين لم يتخلفوا عن الحضور رغم الإكراهات ورغم أن وقت امتحانات ووقت تحيات ووقت يعني الضغوطات خصوصا العمل ويوم عمل، ومع ذلك شرفتم هنا فشكرا جزيلا لكم اجمعين. اذا يدخل النشاط في السياق في اطار برنامج الثقافي لجمعية اصدقاء المكتبة الوثائقية عبد الصمد التنفاوي برسم سنة 2020. يدخل كذلك في سياق استكمال او الوفاء باستكمال مشروع ساعة مع كتاب المدعو من وزارة الثقافة من وزارة الشباب والثقافة والتوسط وقطاع الثقافة، وكذلك في سياق ثقافة كثيرة من خلال الاحتفال بأحد أبطال هذه المدينة التاليدة، هذه المدينة التاريخية، والأمر يتعلق بالأستاذ محمد أشرفي الشهير السيدي، وكذلك تقديم كتاب الكتاب لمؤلف عائش المحلي يعزز التراكم الذي نتوخاه اجمعين في المكتبه المحليه الفقيره من حيث الاصدارات خاصه ذات العلاقه بالتاريخ والتوثيق. اذا نشرع مباشره في بدايه محاور هذه الجلسه وسوف نفتتحها والذي سيتواصل في مسقط راسه بالعائش التي عصرت بها مرحلة فوضى العلائش ما بعد إعلان الاستقلال والمخاضات السياسية العسيرة التي عرفها حزب الشورى والاستقلال ثم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد المغربي للشورى. مسار أدى به إلى تجارب مريرة بين السجن والمستشفى قبل أن يعانق الحرية ويشهد على بداية مرحلة أخرى وجد فيها محمد السلفي نفسه مستشارا بمجلس جماعي العلائش. يكشف الكاتب ايضا عن جانب محمد السلفي المتامل والمتفلسف ويحمل بين دفتيه مجموعه من الاضاءات على مستوى الحياه الاجتماعيه والسياسيه بمدينه العلائش بعد الاستقلال، بل وحتى مغامرات بوليسيه وما تحمله من تشويق، كما يحمل اشارات عن بعض الشخصيات والأعلام التي تعامل معها أو تواصل معها من قبل القاضي عبد السلام ستوف، برج مقاومة الدار إلى الأسود، الزعيم الإسباني فرانسيسكو فرانكو، القادة السياسيين والمناضلين عبد الرحمن اليوسفي وأحمد بن سودة، ثم يختتم عبد اللطيف الحافظ كتابه بإدراج مجموعة من الشهادات في حق البطل المجهول محمد أشرف السيفي والذي لا نعتبره جهولا بل هو معلوم وسيطبع وجوده قلوبنا وذاكرتنا إلى ما شاء الله. نعطي فرصة للأستاذ محمد السيفي لي أحمد بن حيون، الحسن بن موسى، محمد الدمرة والحسن الجبالي، هؤلاء الذين أسسوا أول مدرسة آلية بالعلاقة الأولى والأخيرة.
استطاعت ان تعيد شيئا من التوازن لقطاع التعليم بالمدينه والذي كان مسيطرا على التاسيس على المنطقه الاسلاميه العربيه وعلى المنطقه الفرنسيه العربيه، وهما اساتذتان تعليميتان تخدمان مصالح واهداف قطبي الاحتلال انذاك. فكان المتخرجون من المدرسه الاسبانيه يواصلون دراستهم في تطوان، بينما خريجين المدرسه الفرنسيه كانوا يواصلون في الرباط. اما تلاميذ المدرسه الاهليه فكان تعليمهم متشبعا بقيم الدين الاسلامي الحنيف، نائلا من كل المعارف والعلوم، منضبطا لتوالد الامه والوطن، الامر الذي خلق انطباعا ايجابيا لدى الساكنه المحليه وجعل المدرسه الاهليه قبله لجل اولياء امور من المغاربه المسلمين. ولعل المرسل به اليوم سيدي محمد الاشرفي احد الاسماء التي درست في هذه المدرسه الاهليه. اما السي عبد السلام تداوي هذا المعنى في هذه المنصه فهو استاذ للتعليم الابتدائي في مجموعه من المناطق الاعلاميه المحليه والوطنيه، ناشط جمعوي ساهم في الشغال على تنزيل مجموعه من الاعمال الخيريه والمشاريع التنمويه ذات الصفه التشاركيه سواء هنا بالعرائش او في العاصمه البريطانيه والنقط. واذكر انه كان من بين انشط الفاعلين او يعني المشاركين في فريق المحرك للميزانيه التشاركيه التي كانت مكلفه بتنظيم كنيسه سان حسين للعرائش. سيشارك معنا اليوم بقراءة لمضامين الكتاب بمداخلة تحت عنوان وقفات مع شهادة الأستاذ أشرفي التاريخي، فليتفضل المشهور. أحمد بن حيون، الحسن بن موسى، محمد دمرة وحسن الجبالي، هؤلاء الذين أسسوا أول مدرسة أهلية بالعرائش، وهي الأولى والأخيرة. المدرسة الأهلية استطاعت أن تعيد شيئا من التوازن لقطاع التعليم بالمدينة والذي كان مسيطرا على التأسيس على المدرسة الإسلامية العربية وعلى المدرسة الفرنسية العربية، وهما مؤسستان تعليميتان تخدمان مصالح واهداف قطبي الاحتلال انذاك. فكان المتخرجون من المدرسه الاسبانيه يواصلون دراستهم في تطوان، بينما خريجي المدرسه الفرنسيه كانوا يواصلون في الرباط. اما تلاميذ المدرسه الاهليه فكان تعليمهم متشبعا بقيم الدين الاسلامي الحنيف، نائلا من كل المعارف والعلوم، منضبطا لتوالد الامه والوطن، الامر الذي خلق انطباعا ايجابيا لدى الساكنه المحليه وجعل المدرسه الاهليه قبله لجل اولياء امور من المغاربه المسلمين. ولعل المرسل به اليوم سيدي محمد الاشرفي احد الاسماء التي درست في هذه المدرسه الاهليه. اما السي عبد السلام تداوي هذا المعنى في هذه المنصه فهو استاذ للتعليم الابتدائي بأحد أبطال هذه المدينة.
الجديدة للمدينة التاريخية والأمارسة على قول الأستاذ محمد الأشرفي الشهيبي السيبي، وكذلك تقديم كتاب لمؤلف عائشي المحلي يعزز التراكم الذي نتوخاه أجمعين للمكتبة المحلية الفقيرة من حيث الإصدارات، خاصة ذات العلاقة بالتاريخ والتوزيع. إذن نشرع مباشرة في بداية محاور هذه الجلسة، وسوف نفتتحها أولا بكلمة جامعة العلائش والتي ستلقيها نائبة رئيس جامعة العلائش من قبل القسم الثقافي السيدة فاطمة شابر، فلتتفضل مشكورا. نمر الآن إلى كلمة الجيرة المناطقة وهي أصدقاء المكتبة الوسطية حسام القبلاوي، سوف يدلوها على مسامعنا الأستاذ ويذكر فيزياء ثقافة الاعتراف وتوظيف سيرة فاطمة المغربي مقاوم ومناضل صندير، قدم حياته لنصرة قضية وطنه وحريته، حرية هذا الوطن، ثم نهضته وتنوير أجياله المتلاحقة، بطل لم تنصفه الأقلام ولم يأخذ حقه من الاهتمام والاستدلال. تناول أستاذ عبد الله الحقيقي في كتابه سيرة محمد الشريف من مرحلة الكتاب المدرسة العالية الإسلامية البراء إلى تطوان، حيث تابع دراسته وانطلق مساره النضالي في الحركة الوطنية زمن الزعيم عبد الخالق قريص قبل الانحراف في المقاومة المسلحة. هذا المسار الذي سيتواصل في مسقط رأسه بالعلائش التي عصر فيها مرحلة فوضى العلائش ما بعد إعلان الاستقلال، والمخاضرات السياسية العسيرة التي عرفها حزب الشورى والاستقلال. قد تغرد الكتاب بشكل أخر، ولكن تعطينا فرصة بعد أن يجلس ويأخذ وقته لتنقيح كتابه وإصدار طبعة ثانية أو جزء ثاني، سيكون الأمر فيه أكثر موجة وأكثر غنى. أما العملية للكتابة في أول مناسبة أو أول محاولة كانت في اعتقادي كانت موفقة جدا، وكانت الكتابة ممتعة، وفعلا استمتعنا بما كتبه الأستاذ عبد الحفيظ.